نتفليكس هاي تمام. خلينا نشوف موضوع ال HDR. اعلى شيء السطوع، اعلى شيء السطوع تمام. هذا فيديو اللي هو 60 فريم، مفروض انه يكون HDR، مكتوب عليه HDR فوق لكن ما اعطاني HDR. شوف الريزولوشن ماخذ كامل 4K، بس اوريكم مره ثانيه تمام، بس بدون HDR. هذا 4K HDR شوف، لكن ما اعطاني HDR. هذا على النوت، شوف ال 4K HDR شغال، يعطيني الخيار هنا يكتب بجانب HDR، بينما في هذا المكان غير موجود. أربعة خمسة 2019 تسجيل من نوت 9 على اندرويد 9 على سناب بيت الجديد، تحريك السنابات من خلال الماوس. السؤال حول أجهزة الجيمز وليش في جهاز جيمز وفي جهاز لا في الهواتف، أنا كتبت مقالة ترى وكتبت التفصيل فيها، لكن نقول التالي. السؤال كان عن المي 9 والبلاك شارك 2، اثنينهم من شاومي، اثنينهم معالج 855، المي 9 أفضل أو أسرع أنتو 2؟ اولا معيار انتوتو في التعاطي مع التطبيقات الداخليه هو معيار التطبيقات الصينيه، وليس متصفح كروم، وليس جيميل، وليس دخول ليوتيوب، انما هو يفحص التطبيقات الصينيه، متصفح صيني، التطبيقات الاساسيه، صور البوم صيني، فتلقى الهواتف الصينيه تحصل على ارقام اعلى لانها عارفه التعاطي. اضف الى ذلك ان انتوتو يعطي جوانب في الهاتف، جوانب فقط، هذا كلام كررناه اكثر من مره ويعني خلاص ملوا الناس من كثر ما نكرر. أنتو 2 مو مقياس نهائي لسرعة الهاتف. متى يكون الهاتف مخصص للألعاب؟ لازم تجتمع مجموعة من الظروف عشان يكون هاتف ألعاب. واحد لازم يكون فلاكشيب، ما يكون متوسط ويكون ألعاب، ما يصير. الأمر الثاني لازم شيء يميز عن الهواتف الفلاكشيب العادية، لازم بطاريته كبيرة لأن الألعاب تحتاج بطارية، لازم حرارته أقل لأن في ضغط على المعالج. لازم للجهاز أدوات خارجية، إكسسوارات مثل ذرع التحكم أو النقل على الشاشة أو سلك أو مروحة أو مبرد. لازم جهاز الألعاب يكون في المجال الصوتي قوي، سواء مكبرات صوت أمامية أو من خلال 3.5 أو التايب سي، فلازم الخدمة الصوتية تكون ممتازة في هاتف الألعاب. يجب مراعاة الإنتانة في هواتف الألعاب، عند الحمل باليد ما يتضرر الإنتانة، التقاط الواي فاي، التقاط الشبكة ما يتضرر. هواتف الألعاب لازم تراعي الريشيو والريزولوشن، فما 19:9، 19.5:9، يعني أرقام فت، مو 19.3:9، لازم هاتف الألعاب ما يكون فيه قذلة. هواتف الألعاب يجب أن تحتوي على تسجيل فيديو داخلي في الهاتف بدون روت، داخلي للصوت إما من داخل الجهاز أو خارج الجهاز الميكروفون. الريفرش ريت لازم يكون عالي على جهاز الألعاب لأن المفروض أن اللعبة ما تتأخر، الفريمات تكون عالية على الجهاز. وغالب الأجهزة اللي موجودة ركزت على الضغط على الشاشة لأن اللمس يكون أعلى، حطوها 60 فريم، وبعضهم راح للـ90 وبعضهم راح للـ120، الثلاثة اللي موجودين على الساحة. ايضا هواتف الالعاب لازم تنزل ذاكره كبيره 64 في الترام. شنو هذا؟ هو اصلا فلاكشيب لازم ما ينزل بالرقم هذا. يستحسن تقسيم الذاكره حسب ما فهمت من مدير ار او جي بالمعرض، بان الذاكره الداخليه مالت ار او جي عباره عن ذاكرتين مدموجين للحصول على مدخلين ومخرجين للبيانات، فالمفروض ان هذا الامر يتم مراعاته في هواتف الالعاب. هذا راح تزعل البعض، بس اذا تبي هاتف العاب لازم يكون بمعالج كوالكوم، لان كوالكوم هي اقوى وحده في كرت الجي بي يو. هذه من تحت الطاولة، يجب على الشركات المزودة لهواتف الألعاب تقديم روت كأنه مو لهم حذف. هذا ترى الروت مو لنا، هو دير بالكم ترى احنا ما قدمنا روت، قدم روت رسمي من تحت الطاولة تتعاون مع TWRP Recovery وتعيش. أيضا في هواتف الألعاب يجب أن يكون البرايتنس أعلى من غيره من المنافسين، يعني شنو نت 400-450 نت، شو هالكلام هذا؟ يعني المفروض النت أعلى من الرقم هذا. في مجموعة من النقاط بس ما أبي أشغلكم أنا لأن النقاط تعتبر ثانوية مو أساس. فلما مي 9 يتم مقارنته أن مي 9 أوكي هاتف ألعاب حالة حال بلاك شارك، لا يا حبيبي بلاك شارك لما تمسكه ما يطيح السيرفس، مي 9 يطيح السيرفس. بلاك شارك لما تلعب لعبة مدة طويلة ما تموت البطارية. بلاك شارك 2 المكبرات صوت أمامية، بلاك شارك 2 ما في قذلة،
يعني انت قاعد تلعب بالشكل الصحيح. طبعا اكثر واحد صحيح هو ار او جي احتياطا، بس طبعا ايسوس ار او جي، ار او جي فون لما دش الساحه ترى انا كنت ويا مدير ومتكلم، اذكر حتى بلغتكم بهذا الامر، فقلت له شنو هذا؟ وشفنا الجهاز من الداخل كل القطع، وسالت عن القطع قطعه قطعه، وكان في واحده من القطع هو ما يعرفها، بعدين طلعت بس شكل. اكثر من مره طبعا ارتفعت من مدير لمدير مدير لما وصلت لمدير ربط المنتج او مدير المنتج اللي حدد الارقام هذه. لما تكلمت وياه قال لي احنا نازلين نستعرض عضلاتنا، قال الجهاز لو نبيعه، هو بذاك الوقت قال لو نبيعه $1,000 خسران، قال راح نربح باماكن ثانيه يقصد الاكسسوارات بس خسران. المعيار الاعلى صحه في عالم الالعاب هو الار او جي، وانتظار ار او جي 2 انا اتوقع بعد يسوي شغل ترى. لكن هاتف العاب وهاتف فلاج شيب عادي في فرق. نعم الاجهزه اللي انا متشوق استخدمها ار او جي فون 2 والنوت 10 واكسون 10 برو 5G، وحاليا جاري البحث عن الريد ماجيك 3، المفروض انه يكون نسخه الصين يعني، لان اول نسخه تنزل الصين. هم راح اجربه هذا ان شاء الله باقرب وقت ممكن. راح اكتب تقرير مي 9 واتوقع انه ما يعجب كثير من الناس، لان المي 9 ما قدم لي الكثير ترى. في اماكن حلوه بالمي 9 مثل السعر والاداء مثل مكبر الصوت، بس في نقاط عاديه يعني، جهاز ما قدم شيء استثنائي. لو بطاريته 4000 اقول لك ترى احسن سعر وبطاريه وخذ صمود، بس بطاريته حيل اهانته. متى راح تفرق وياك بطاريته عدل؟ اذا خصصت التطبيقات، يعني طفيت التطبيقات الداتا في الخلفيه، عطلت التطبيقات، اذا خصصت هناك راح تاثر. يعني حلوه فكره ان بطاريه صغيره فتشحنها بسرعه، فالله بس انا ما راح اشيل باور بانك ترى، يعني اوكي حلوين احنا بس هذا خلاص انتهى. الامر هذا ينصب على لينوفو زد 5 جي تي ما ادري شنو. يا جماعه 3300 3400 3500 ترى ارقام تفشل هذه. حلو ممتاز بسبب السعر، ممتاز اداء جميل، ممتاز نعم نعم ممتاز، بس في ظل تواجد 15 منافس. لا معقوله 15 منافس؟ 15 منافس بمعالج 855، هذول نزلوا في اشياء ما نزلت للحين. غالبا اللي راح يسكر ساحه اداء سعر بطاريه اضاف عليها بطاريه هو ون بلس. هذا احنا بانتظار هذا الجهاز. هذا الجهاز هو جهاز المطورين رقم واحد. اذا كنت تبحث عن رومات متعدده، تبحث عن عبث، تبحث عن ريكفري مفتوح، تبحث عن رقم واحد. عموما قاعد اكتب تقرير المي 9، احاول اهدي عليه شويه بسبب السعر. اتمنى فكره هذه الالعاب تكون واصله. القادم تحضر لي معرض تايوان اتوقع في منتصف رمضان، واراكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.